ولو أصلا ربنا سبحانه وتعالى يحل في مكان في السماء، ربنا قال إذا السماء انشقت لما تنشق أها الله يذهب وين؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله وقوتي وفضله وتوفيقي، نحن الآن في مدينة أبو قرع، مش قرية أبو قرع بمحلية السنجة، والفضل لله ولن وآخرة نحن في مسجد أهل التوحيد، ومعنا مجموعة من أشبال التوحيد، ونحن دارين نرسل رسالة لأحمد منتصر في موضوع العلو، لأنه بيقول كلام خطير جدا، ومعلوم أن علو الله سبحانه وتعالى ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة والسلف والأئمة. ربنا قال الرحمن على العرش استوى، ربنا قال آمنتم من في السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة كان يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هذه الرواية في كتاب التوحيد. وفي رواية أيضا تقول فيها رضي الله عنها وأنكحني الله في السماء، ودي كلها أدلة ثابتة بإجماع الناس إلا الجهمية والصوفية زي محمد المنتصر الإزيرق وغيره. نحن دارين الآن يعني دي المجموعة من الشباب، ودي أول مرة نلتغي معهم، ممكن نزالهم يعني بطريقة عشوائية كده. أي واحد في ديل اسمك من أنت؟ أنا اسمي إبراهيم. إبراهيم منو؟ إبراهيم محمد. إبراهيم محمد، يا إبراهيم محمد الله وين؟ الله في السماء. الله في السماء. طيب يا اسمك منو؟ عاطف. عاطف منو؟ أزين. عمرك كم يا عاطف؟ 3 سنة. ما شاء الله، الله يحفظك. الله وين يا عاطف؟ السماء. اللهم بارك. أها انت اسمك منو؟ مين؟ محمد. محمد منو؟ محمد عوض صلى الله عليه سليمان. ما شاء الله. عمرك كم سنة؟ 7 سنة. ها؟ 7 سنة ما شاء الله. ما 7، كويس. الله وين؟ في السماء. ما شاء الله. انت اسمك منو؟ انا اسمي سفيان. سفيان منو؟ النور. النور. النور الدوم. ما شاء الله. عمرك كم سنة؟ انا ايوه عمري 9. 9 سنة. تقرا سنة كم؟ ثالث. ثالثة؟ اللهم بارك. الله وين؟ في السماء. الله في السماء. دي اخواننا عقائد، او هذه عقيدة متقررة في قلوب الانسان او في قلوب الناس بالفطرة، وهي امر معلوم يعني من فطرة الإنسان وضرورة شرعية، زي ما قالوا العلماء ما في زول من العلماء ولا من المفسرين إلا ويقول نزلت آية كذا في كذا وكذا. نزلت، النزول بيكون من وين؟ الزول لو دار ينزل بينزل من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من فوق لتحت، مش؟ فدي رسالة إن شاء الله يفهمها في واحد دجال كبير وفي النهاية ما فاهم حاجة بيجيبوه في التلفزيون، لكن أنتوا أولى كان يجيبوكم أنتوا في التلفزيون. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك في هؤلاء الأشبال، ونظر الله يحفظهم وأن يعلمهم ويجعلهم إن شاء الله دعاة للحق وللتوحيد، ولا كيف؟ آمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم. جارية ترعى الغنم في الفلوات وفي خلل الجبال، لم تحضر مجالس التعليم ولم تتلقى العقيدة على المشايخ والشيوخ الحاذقين، وإنما نطقت بفطرتها لما سألها رسول الله. والفطرة هي الإسلام، والإسلام هو الفطرة، وكان ذلك مستفيضا علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جيء بها سألها رسول الله قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ويعقل إنه جماعة هي نمرة واحد أمة جارية، واثنين سنها ما كبيرة، وثلاثة تعيش في بيئة ما بيئة علمية بحث علمي في الخلع عشان ترعى الغنم، وأربعة عشان يدخلوا الإسلام طوال سيدنا النبي يقول لا الله وين؟ أين الله؟ هذا الأمر غير سائغ. اليوم يقول الذين يتمسحون بالعلم زورا وميلا، إن الإنسان إذا أشار بإصبعه
فقال إن الله في السماء فلا بد من قطع إصبعه. الذي يعترض عليه ها هنا ليس من رفع إصبعه، وإنما المعترض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخصومة معه. فلينقل ميدان الخصومة إلى رسول الله، فليخاصموا رسول الله، فإنه في أكبر محفل شهده كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد، يشير بالسباحة إلى السماء: اللهم فاشهد، وينكتها إلى القوم: اللهم فاشهد. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.